Have fun at the club. What are you doing today, Libby? And it. Have written a play. It's really good. We've decided to build a set today. Dad's given us his tools. Finn has found lots of wood and some old sheets. We've brought some paint too. Let's start work. I need to measure the wood with this tape measure. Now we need to join. These together. Pass that hammer and the nail, please. Kate, what can I do? You can help me paint the sheets. You're good at art. We need to paint. Mountains and sky on this sheet. Okay, you can paint the sky. I'm going to paint the mountains. This is great. I've never built a set before. Well, you've done a good job. Thanks let's go and see what ed and libby have done oh look they're stuck in the middle oh no we can't move until the paint dries yeah you are right goodbye bye Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق الصفحه الرئيسيه الفيديوهات قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الفيديو اللي انت عايزه. هتلاقي فيديوهات جرامر وهتلاقي فيديوهات لجميع الصفوف تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحيه الثانيه كلمه اشتراك لونها احمر. ايه اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده ايه اضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمه الكل من فوق ايه اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده معناها ايه الكلام ده معناها انك فعلت الجرس معناها ايه فعلت الجرس معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الفيديوهات على طول وهيظهر في الموبايل على طول النهارده فاميلي اند فريندز صف الخامس الابتدائي، ان شاء الله احنا بدأنا النهارده وهنكمل المنهج كله، هنمشي المنهج كله صفحه صفحه، مش هنسيب ولا صفحه ان شاء الله. فاميلي اند فريندز 5 احنا عملنا فاميلي اند فريندز 4 شغالين فيه، قربنا نخلصه وفاميلي اند فريندز 6 شغالين فيه برضو النهارده فاميلي اند فريندز 5 خلاص؟ unit 1 ليسون 1 يو كان بيلد ات، يو كان بيلد ات، خلاص؟ يعني ايه؟ انت تقدر تبنيه او تعمله او تكونه خلاص يو طبعا الجمله هنا بادئه بفعل يبقى اخر الجمله نقطه على طول خلاص هنحط النقطه بتاعتنا اوكي يو كان بيلد ات يو بدانا فاعل جمله خبريه كان يعني يستطيع النفي بتاعها كانت يبقى عاوز انفي الجمله دي هقول يو كانت بيلد على طول الفعل المساعد موجود بقى في الجمله على طول احط نوت وراه على طول واحنا اتكلمنا عن نفي ازاي كتير وهنتكلم عنه برضه في سنه خمسه هنا كان وكانت يعني يستطيع كان يعني يستطيع وكانت النفي بتاعها يعني لا يستطيع بيجي وراهم الانفينيتيف مصدر فعل يعني ايه مصدر فعل يعني الفعل وراهم بدون اي اضافات او بهارات يعني الفعل ما ينفعش احط له ولا اس ولا اي جي ولا اي دي ولا ماضي ولا تو ولا اي حاجه خلي بالك من التفاصيل دي كويس قوي، خلاص؟ يبقى يو كان build it بيلد هنا هو ده عباره عن ايه؟ انفينيتيف، نكتبها بلون تاني، اوكي. Okay. another color يبقى كان ده بيجي وراها هنا انفينيتيف يعني مصدر فعل، هو ده الانفينيتيف مصدر فعل، الفعل بدون اي اضافات او بهارات. يو كان بيلد ات، ات هنا يبقى ضمير مفعول، عرفنا ليه ضمير مفعول بيجي ورا الفعل، بيجي ورا الفعل على طول، خلاص؟ تمام يو كان بيلد ات تمام Unit 1 Lesson 1 Here we have the vocabulary بس انا هقرا معاكم المحادثه تاني عشان ايه نعرف التفاصيل كده كويس بيج 8 افتح الكتاب معايا معاكش الكتاب نزله مع النت على طول واشتغل معايا صوره من اي حد اه ما تتفرجش عليا كده خلاص اوكي يلا نشتغل مع بعض You can build it بيقول لي number 1 listen and read استمع واقرا what is the dcd club doing today خلاص تعال نشوف النادي بتاعهم بيعملوا ايه طبعا كل شغل الـ الـ الدول الاجنبيه التعليم كله مشروعات بيعملوا مشروعات والطلبه بتتعامل مع بعض ويشتغلوا مع بعض وبيعملوا مشروعات وبيتكلموا عنها وطال المجموعه لما تعمل مشروع بتعرض المشروع بتاعها بتعمل اي حاجة لوحة فنية بتعمل مشروع اي مشروع بيشتغلوا عنه بيتكلموا عنه وطبعا بنعرضه قدام باقي الطلبة والطلبة طبعا بتكتب بتدون ملاحظاتها وبيقولوا ارائهم ايه وطبعا احنا بنرد وبنقول ارائنا ايه بيبقى في ايه كولابوريشن تعاون مع بعض وكل واحد بيقول رايه ويبقى في تعاون مفيش حد بيحتكر الفكره بتاعته بيقولش انا لا الفكره دي بتاعتي انا لا احنا بنتعاون مع بعض عشان نبقى ايه أقوية مع بعض لازم نعرف ده كويس خلاص اوكي هنا نمبر 1 بيقول لي مام بتكلم كيت واد هاف fun ات ذا كلاب استمتعوا وامرحوا في النادي وات ار يو دوينج تو بتعملوا ايه النهارده؟ ليبي and it have written a play وانت شغال معايا ماسك الكتاب حط لي خط تحت have او has تصريف ثالث للفعل have written عندك اللي حط لي خط تحتها ايوه هنعرف ده زمن ايه بعدين خلاص ليبي and اد have written a play يعني ايه كتبوا مسرحيه play يعني مسرحيه it's really good انها حقا جيده اد بيقول ايه We've decided يلا حط خط تحت have decided مش عاوز كل شويه اقول لك حط خط تحت have او has تصريف ثالث للفعل اوكي تمام. We've decided احنا قررنا to build the set today احنا قررنا نبني المسرح بتاعنا النهارده. Dad's given us his tools حط خط تحت الاس لا have او has تصريف ثالث للفعل present perfect زمن المضارع التام يبقى بابا ادانا التولز بتاعته الادوات نمبر 2 ليبي بتتكلم فين has found underline has found lots of food and some old sheets بيقول حتى ليبي وجد كثير من الخشب وايه وبعض الالواح القديمه الواح خشب قديمه we've brought احنا احضرنا have او has تصريف ثالث الفعل خطط على have brought some paint واحنا احضرنا بعض الدهانات to يعني ايضا فين بيتكلم let's start work هيا نبدا العمل let's بيج وراها مصدر فعل let's بيج وراها مصدر فعل يعني الفعل اللي وراها ما يحطلوش ان جي ولا, ولا اي دي ولا اي اضافات او بهارات I need to measure the wood with this tape measure. أنا عاوز أقيس الخشب طول الخشب ده بالإيه؟ بالمتر اللي هو تيب ميجر، شريط القياس. نمبر 3 أنا هنا معايا، أوكي تمام. فين بيتكلم؟ Now we need to join these together، إحنا عاوزين نربط الحاجات دي إيه مع بعض، نعملهم كده مع بعض. pass me ناولني ذات هامر الشاكوش ده and a nail please. ناولني الهامر الشاكوش والنيل المسمار بليز من فضلك يا كيت وات كان اي دو؟ يعني ماذا استطيع ان افعل؟ ليبي هتتكلم يو كان هيلب مي بينت ذا شيتس ممكن تساعدني ندهن ايه الالواح دي كله بيشتغل مع بعضه كله بيشتغل مع بعضه وكله بيساعد بعضه دي الفكره المهمه اللي احنا لازم نعملها لازم نشتغل مع بعض اوكي؟ okay؟ You're good at art. أنت كويس في الفن في الرسم. خلاص يبقى ممكن تساعدني كل واحد كويس في حاجة يبقى احنا نتعاون مع بعض عشان العمل يبقى جميل كومبليت مكتمل. خلاص؟ تمام. نمبر فور We need to paint mountains and sky on this sheet. احنا عاوزين نرسم بالألوان ندهن أشكال جبال والسماء على اللوح ده. Ed. Okay, you can paint the sky انت تدهني السماء I'm going to paint the mountains وانا هدهن ايه؟ ادهن ايه الجبال تمام كله بيشتغل مع بعض Number five later فيما بعد Kate this is great هذا رائع I've never built في هذا و هذا تصريف تلك الفعل I've never built a set before خلي بالك never اي بتيجي قبل ايه؟ قبل الفعل الاساسي وبعد have و يبقى have و نيفر تصريف ثالث للفعل. I've never built a set before يعني ايه ما كونتش او ما ما بنيتش إيه مسرح زي كده إيه قبل كده فين؟ well حسنا you've done have و has تصريف ثالث للفعل خطط عليها you've done a good job انتوا عملتوا مهمه رائعه وعمل رائع. كيت Thanks. شكرا. Let's go and see what Ed and Libby have done. يلا نروح ونشوف ليبي وإد عملوا إيه. Have done. Underline it. Yes. فين؟ Oh, look. They're stuck in the middle. هما ملزوقين في المنتصف. الدهان كتير بقى في حاجة فاني كده إيه تلزقوا في المنتصف يعني in the middle. Libby. Oh, no. We can't move until the paint dries. منقدرش نتحرك لحتى إيه؟ حتى الدهان يجف. مش هنقدر نتحرك إحنا خلاص stuck إحنا إيه؟ لزقنا هنا. مش هنقدر نتحرك حد إيه؟ الدهان بقى إيه؟ بينشف. تمام. هنا بيقول لي listen to the story again and repeat act مثلها مثلها مع your parents والديك مثلها مع your friends أصدقائك واعملها واقراها كتير واكتبها وانت بتكتب ما تستناش مني سهلة تعرف المعاني الكلمات سهلة لا اوعى تعمل كده ماشي اشتغل معايا بعد يعني الاول حاجة تعملها تمسك كلمة كلمة وت... الكلمة مش عارفها طلع قاموس وافتح واعرف معناها واكتبها وانت بتقرأ اعمل كده افتح القاموس وطلع المعنى واعرف معنى الكلمه الجديده واكتبها خلاص اكتبها كذا مره واحفظها بعد ما تعمل كده بص معايا واحفظ الكلمات بالطريقه بتاعتي خلاص لازم تعمل كده تمام read again and write true or false طبعا this is your homework ده واجبك برضو بعد ما تكتب المحادثه وتطلع الكلمات الصعبه وتحفظها وتعمل رول بلاي عليها يعني تمثلها مع اصدقائك هتعمل إيه هنا؟ هتحل طبعًا نمبر 3، هتقرأ المحادثة تاني وهتشوف الكلام ده صح ولا غلط؟ True or false؟ تمام. Let's move to page 9، افتح يلا. page 9 معايا؟ يا. هنا listen and repeat. yes repeat after me. ايه الكلمات دي ورايا. يلا فوق أهو. طبعًا these are tools أدوات. rope. rope. يعني حبل. r o p e ار او بي e So Minchar S A W So Minchar S A W Yes Hama Hama Shakush H A M M E R H A M M E R Ruler Ruler Ruled hand R O L L E R R O L -E -R. R -O L E R R O L -E -R. R -O L E R Tray tray صينية T-R-A-Y T-R-A-Y tape measure tape measure tape measure يعني شريط قياس أو متر اللي احنا بيقول عليه متر tape measure M-E-A-S-U-R-E M-E-A-S-U-R-E tape measure nail مصمار N-A-I-L tools أدوات تي او او ال اس لو شلت الاس تبقى تول اداه واحده تمام عفوا هنكمل exercise 2 و 3 الحصه الجايه عشان الدنيا ما بتبقاش ايه عشوائيه نبقى منظمين ماشيين منظمين ان شاء الله يبقى هنكمل الصفحه دي ليسن 2 الحصه الجايه ان شاء الله تمام Let's read the vocabulary again. تعال نقرا كده اهو الكلمات تاني. ربيت دفتر بيه، اكتب واحفظ واعرف المعاني ولازم تعرف الكلمة دي. ناون اسم، adjective صفة، verb فعل، preposition حرف جر. لازم تعرف نوعية الكلمة إيه. ولازم تعرف إزاي تجيب من الفعل تجيب اسم وتجيب صفة. لازم تعرف الحاجات دي إزاي. خلاص؟ تمام. tip measure. tip measure. كده. it's a noun. طبعا ده اسم. خلاص تيب ميجر تي اي بي اي ام اي اس يو ار اي ميجر وحدها يعني يقيس خلاص تمام تيب ميجر شريط قياس المتر decide it's a verb ده فعل اتس ا فيرب دي اي سي اي. دي اي. اولها دي اي واخرها دي اي اتحفظت I've decided to go to Alexandria. أنا قررت أروح إسكندرية. خلاص؟ يبقى هنا decide يعني يقرر. set مسرح س e t برضه set معناها جهاز س e -T. Tools ادوات تي او او ال اس T-O-O-L-S Tools أدوات. noun rope حبل rope حبل I use a rope to tie this box خلاص rope حبل R-O-P-E It's a noun اسم saw so. Manshar, so manchar. Uh, the carpenter uses a saw to cut wood. So manchar is AW Hammer Hamma Shakush Dun I dun, dun. Uh, use a hammer to hit nails. To hit nails hit Yan yedrup a masamir. Hammer, it's a noun the is hit yan yedrup nikba hena H i t. يا اتس ا ده فعل يا ولاد هيت يضرب لازم تعرف كل كلمه تجيب لي جمله عليها وتكتبها مفيش هزار لازم تشتغل خلاص تمام رولر رول الدهان ار او ال ال اي ار ار او ال ال اي ار ار او ال ال اي ار رولر رول الدهان تري تي ار اي واي تي ار اي واي صينيه خلاص nails مسامير نيلز مسامير لو شلت الاس تبقى مسمار واحد بس نيل ان paint اي ال كفعل معناها يدهن كاسم معناها دهان خلاص بي اي ان تي اي شيت لوح شيت يعني ملايه خلاص شيت يعني ملايه بنفرشها على البيد السرير S H E E T, S -H -E -E -T. sheet بلاية tie يربط tie يربط T I E as a verb as a verb كفعل معناها يربط كاسم ناول معناها كرفتة رابطة عنق pass يمرر يناول P A S S is it's a verb ده فعل build يبني b u i l d b u i l d خلاص كده الفوكابري زي ما احنا قولنا نعمل ايه كل كلمة تكون عليها sentence جملة اه اوكي تمام we have an exercise here let's answer it together choose the correct answer number one طبعا اي سؤال لما اجي احل اشوف المعنى اشوف الزمن اشوف الترجمه اشوف اللي قبلها واللي بعدها دي حاجات مهمه جدا قبل ما تحل خلاص نمبر 1 the carpenter can't work without his caps tools boxes hats ها فكر كده في الاجابه ترجمت الجمله عرفت النجار ما يقدرش يشتغل بدون كابس لا مع السلامه تري على صفير هاتس طواقي؟ لأ، مع السلامة، طير على عصافير بوكسز؟ لأ، ما ينفعش، مع السلامة، طير مع عصافير، يبقى Tools أدوات على طول. الكاربنتر، النجار، ما يقدرش يشتغل من غير Tools أدوات. Number 2 You can watch films, plays, matches, paints, and theaters ها، فكر في الإجابة، ترجم، تستعجلش قبل ما تحل. يا yeah. انت تستطيع شايفين كان وكان جاي وراهم مصدر فعل ازاي الفعل هو ما فيهوش اي جي ولا اس ولا دي ولا اي اضافات او بهارات يا yeah. انت تستطيع ان تشاهد الثياترز ها في المسرح في, في المسرح تقدر تشاهد, تشاهد ايه ها فيلمز افلام طبعا لا بينز دهانات لا مع السلامه طيري مع على صفير ماتشز مباريات لا و ماتشز برضو معناها كبريت خلي بالكم خلاص plays مسرحيات يبقى we كان watch بلايز مسرحيات خلاص مسرحيه بلاي at آه theater المسرح نمبر 3 مام تشينج ذا شيت كابت مات كيرتن اوف ماي بيد ماما بتغير ايه للسرير بتاعي بتغير له ايه كيرتن ستاره مع السلامه تطيري مع العصافير مش نافعة معايا بترجم ما بستعجلش مات سجادة صغيرة لا كاربت طبعا لا سجادة يبقى شيت ماما بتغير ملاية السرير هو كان تيل مي تنس سنتنس الجملة دي في زمن ايه ها فكر مستنيك شغلت الفيديو تاني برافو عليك ها فيري جود بريزنت سامبل مضارع بسيط صح الفعل هو 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 الفعل هو 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 بس ليه حاطط له اس very good برافو عليكي مام مفرد غائب بحط الفعل اس مام مفرد غائب بحط الفعل اس لو شلت ماما تبقى شي مع هي وشي وات بحط الفعل اس مع هي وشي وات بحط الفعل اس بريزنت سمبل مضارع بسيط عملنا فيديو مهم جدا عن زمن المضارع البسيط في قوائم التشغيل هتلاقي زمن المضارع البسيط اعرف او شوف اتفرج على ثلاث فيديوهات في الاثبات في النفي في الاستفهام تمام أوزن فيها هقول مام doesn't change the sheet of my bed خلاص تمام number four my brother is good sports عاوز أقول أخويا جيد في الرياضة يبقى ها good in لا good on لا good of لا good at جيد في good at يعني جيد في عكسها bad at سيء في bad at يعني سيء فيه تمام Number 5 You should join eat tie measure cloth before cutting it ها I'll give you time to think of the answer فكر في الإجابة ما تستعجلش ترجمت الجملة You should cloth القماش قبل ما تقطعه بتعمل له إيه؟ join لا eat تاكله لا tie طبعا لا measure يعني تقيسوا تقيسوا القماش قبل ما تقطعوا خلي بالك شد يعني ينبغي او يجب بستخدمها النصيحه بيجي وراها مصدر فعل الانفينيتيف مصدر فعل خلاص يبقى يشد ميجر تمام We have another exercise here. Let's answer it together. المحادثة. المحادثة لازم تهدى وتركز فيها قبل ما تحلها. هتعمل إيه؟ هتشوف لأطراف مين بيتكلم في المحادثة. تقرأ المحادثة كلها مرة واثنين وثلاثة. ما تستعجلش. خلاص؟ وبعد كده هو الإجابة تعرفني السؤال. والسؤال بيعرفني الإجابة. بعد ما أقرأ المحادثة كويس وأفهمها هعرف أحلها إزاي. تمام. Let's كده هو. أنتوا خلاص قرأتوها مرتين ثلاثة أربعة. خلاص؟ Let's answer كده. جيهان بتكلم إيمان. بتقول لها إيمان الإجابة بتاعتها I am in grade 5. أنا في سنة إيه؟ خمسة. أنا في الصف الخامس ده إبتدائي. يبقى السؤال هيكون إيه؟ ها؟ Yes. Think of the answer. Very good. يا، yeah. أنتِ في أي صف؟ في أي صف أنتِ؟ يبقى what؟ صح. يبقى أطلع إيه؟ مع السلامة فايف في الإجابة بتاعتي. يبقى what؟ أي صف أو ما الصف what grade ها what grade فعل مساعد عندي هو موجود بس تعمله يبقى I am تتحول ل يو يبقى I am تتحول ل R I تتحول ل R what ها ار يو in بكتبها عادي خالص what grade are you in جاوب عليا يلا ها يا yeah. I am in grade 5 Very good Bravo عليك السؤال مناسب للإجابة جبت السؤال بناء على الإجابة الموجودة تمام What school do you go to? هقرأ السؤال أترجمه واحدة واحدة احدد نوعيته What WH أو هاو ما جاوبش بيس ونو. تمام حددت نوعيته يبقى أترجم ما المدرسة اللي أنت تذهب إيه إليها إيه المدرسة اللي بتروحيها يبقى اقول ايه بالعربي اه انا بروح مدرسة مثلا كذا اي مدرسة عندي مفيش حاجة عندي بتحدد لي مدرسة معينة خلاص يبقى اكتب بقى ها وات سكول تطلع بره ودو تطلع بره يو تتحول لاي اي جو تو مثلا ها المنار اي مدرسة منار Language سكول أنا بروح إيه؟ لإيه؟ مدرسة المنار للغات خلاص؟ السؤال مناسب للإجابة، ممكن أكتب على طول المنار لانجوج سكول، عادي خالص. أوكي، شورت أنسر، إجابة مختصرة. إيه ده؟ ده أنا عاوز أعمل سؤال، مهم جداً آخد بالي ده سؤال ولا جملة عادية. هعمل سؤال بناءً على الإجابة. أي go to school on foot. أنا أذهب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام. يعني معناها I walk to school يبقى هسأل هسأل أقول له إيه؟ ها يا فكر أنا بكون سؤال لازم تطبق قاعدة تكوين السؤال أنا السفهام بيجي وراها فالمساعد فاعل فعل فالمساعد فاعل فعل خلاص لازم تعرف الأساسيات دي كويس أوي يبقى هقول إيه السؤال بالعربي؟ ها كيف تذهب إلى المدرسة؟ يبقى أون فوت طلعت بره ما قلتهاش في السؤال بتاعي تمام يبقى كيف يعني ايه بفكر انا استفهام تحفظ كلها لازم اساسيات لغه انجليزيه تمام يبقى هاو انا استفهام كتبتها مستر محمد قال لي انا بيجي وراها ها فعل مساعد فاعل فعل يبقى الاستفهام بيجي وراها فعل مساعد طب ابص على الجمله اي جو تو سكول ايه ده ما فيش فعل مساعد ما فيش ام ما فيش از ما فيش ار ما فيش واز ما فيش وير ما فيش كان ما فيش ويل well. ما فيش ود ما هعمل ايه مفيش فعل مساعد ابص على الفعل جو ايه اللي بجيبه من بره يا دو يا داز يا هو ده اللي بجيبه من بره ما اروحش اجيب من بره ام اي تاخد ام هي ولا ار ولا از لا إيه اللي بجيبه من بره دو يا داز يا طب هختار دو ولا داز ولا ديد هبص على الفعل تاني جو مصدر فعل يبقى اجيب دو على طول يبقى هاو دو ارجع واحد الفاعل اي تحول ليو How do you وانا ماشي هاكل خلاص How do you go to school? S C H O O L وعلامة استفهام موجودة اهي كيف تذهبين إلى المدرسة I go to school on foot خلاص أنا بذهب إلى المدرسة سيرًا على تمام السؤال مناسب للإجابة another here another question here هنحط علامة استفهام أهي Because it isn't far from home بيقول لي هنا الإجابة لأن لأنها مش إيه مش بعيدة من بيتنا ها يبقى هقول لها إيه السؤال أترجمه هقول إيه آه الإجابة عندي بيكاز لأن يبقى أجاوب على طول بإيه واي سأل بواي أجاوب ببيكاز خلاص يبقى واي إيه لماذا إيه لماذا تذهبين إلى المدرسة سينع أقدام هتقول لها إيه هتقول لها لأن هي إيه قريبة من بيتنا السؤال المناسب للاجابه يبقى هنا الاجابه بيكاز يبقى اسال بواي يبقى واي ترجمه السؤال في دماغي يبقى واي ها دو يو جو تو سكول اون فات خلاص والسؤال ايه الكوتش مارك عندي بيكاز اتس ات ازنت far from ايه هوم because it's near to my home خلاص why do you go to school by bus because my school is far from my home خلاص بعد ما تحل المحادثه دي معايا اقراها مع والديك your friends اقراها يس yes. واكتبها واحفظها ده شيء مهم جدا خلاص ده شيء مهم جدا تعرف المحادثه تتحل ازاي احنا هنا مش بنحل مع بعض احنا هنا بوريك ازاي تحل عشان تقيس اي حاجه تجيلك تعرف تحل بالطريقه اللي احنا ايه بنحل بيها ان شاء الله هنعمل المنهج كله فاميلي اند فريندز 5 الصف الخامس بتلاقي هنشتغل فيه كله باذن الله وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحيه الثانيه كلمه اشتراك لونها احمر اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده. اضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق. اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناها إيه الكلام ده؟ معناها إنك فعلت الجرس. معناها إيه فعلت الجرس؟ معناها أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو إنت مهتم بالفيديوهات التعليمية وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير ولكل الطلاب وجميع المراحل. وجميع الصفوف ان شاء الله هنعمل فيديوهات لجميع المناهج في تعلم الجزائر مع مستر محمد سعد جود باي مع السلامه